ومع كامل الفريق اللي كمل معاكم واللي نشكروه، مع رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير، ومع ضياء الدين الكريف اللي بعد لحظات ياخذنا على بعد 20 كيلومتر من شمال شرق تونس العاصمة، ضاحية جميلة برشا، منطقة سياحية تعود إلى القرون الوسطى، ما فماش واحد يجي لتونس وما يزورهاش. كي نقولوا بوسعيد الباجي، كي نقولوا الأزرق والأبيض، كي نقولوا المشموم التونسي، كي نقولوا سيدي بوسعيد، أكيد ما نجمو كان نفتخروا بمنطقة كما هكا في بلادنا تشهد إقبال كبير من السائح. لكن اليوم سيدي بوسعيد شنو حوالها؟ هذا اللي مش قلنا عليه ضياء الدين الكريفي للآن في الميدان. صباح النور ضياء، وعيدك مبروك. كل مستمعي الإذاعة الوطنية صباح النور يا نبيلة. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بألف خير. احنا ثالث أيام العيد، دونك عيدك مبروك وليك ولكل المستمعين الإذاعة الوطنية. دونك ثالث أيام العيد، احنا مازال تويكا في الأيامات هذوما في الصيف، بداية الموسم السياحي، الوجهة رقم واحد بالنسبة للتوانسة وخاصة الجالية التونسية بالخارج، ديما أكيد باش تكون سيدي بوسعيد، هو لا محالة على المدينة العربية وسيدي بوسعيد. آخر مرة فقط استقبلنا الكروازير قرابة وقتها يكون 10 كيران طالعين وحدهم من سيدي بوسعيد. دونك القرية هذه اللي كنت تحكي عليها تأسست البلدية فيها عام 1893، هي من أجمل ثالث أجمل قرية في العالم، تقريبا الوجهة السياحية رقم واحد، يسكن فيها 7000 مواطن، غنى عليها الرياحي، سماها أيضا معناتها يونان الشرق. احنا عملنا فيها دورة، تحدثنا مع الأهالي، نسمعوهم مع بعضنا. برشا كلام زايد، برشا مشاكل مع جماعة السابو، عقب الليل تلقى مشاكل، كلام زايد، عائلات تبدا تسمع في كلام زايد برشا، حس كراب كلاكسونات بيهج منها البلاصة هذيك. بالحق سيدي بوسعيد تحب تهج منها؟ اي تحب تهج منها. بالحق ما عادش تنجم تعيش فيها سيدي بوسعيد. منطقة سياحية وتحرك. منطقة سياحية مع فين منطقة العباد التجار كلها تشكي ربي، راه مش اللعبة في البلدية، راه ولا كاتب العام ولا أعضاء. احنا مواطنين. احنا في المواطنين وزيد في القوانين، قوانين. القانون احكي لي عليه. القانون، القانون، القانون. هو خويا يحكم جماعة الشنقال، صارت مشكلة مرة أخرى، قال لنا نحكم هنا لا بلدية لا مركز. وعندنا مرت صاحبنا ما مسقطة بساقيها. وعندنا مرت صاحبنا عفسوا عليها بالكاميون. مركز معاهم. شنو هي المفروض يخدم على الشباب؟ شنو يعني كراش الشروط؟ مش قاعد يتبع كراش الشروط. والكاتب جينا لنا نحن وخر وما نعرفش شنو يا باش نشوف القهاوي تو اللي بعد نقاط. نحن لهنا تفصي بسيد عندنا ذا بتاع الشنقال مش قاعد يطبق في كل الشروط. مش الشنقال وصابول عبيت قلت شكي ربي، راه ما عادش لكن ما وردتش شيء. انسان يجي عم في قهوه ب 2000 فرانك تصير في 40 دينار صابول. واذا والابتزاز نتاع قدام المحل وقدام المحلات خليه ابتزاز. هو الكراب كلها في الباركينغ اللوطة تو، واللي يجي مسكين يمشي الغافل ويجي جافل. راه عندنا تقريبا يجي 50 ولا 60 سنة احنا هنا، فهمت؟ 50 ولا 60 سنة تجيني اليوم تعمل لي باركينغ بالفلوس؟ ما تجيش، هذا باركينغ جاي خاص بالسوق، يجي واحد باش يوقف كرهبته باش يصرف شوية فلوس، فهمتني؟ باش احنا نخدموا ونخلصوا البلدية ونخلصوا الناس الكل. لو بروبليم لو موتو، لو موتو، لو موتو لي سوار، ici c'est pas nécessaire le moto. Boum 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 boum, c'est pas nécessaire à Sidi Bouzaïd. C'est trop de bruit. Et le problème de parking, oui, c'est un problème. Le de parking, c'est tout. Et tout est sale. Vous connaissez la plage d'Amérique? Oui, oui, oui. C'est une poubelle. On poubelle. Demande 2 dinars pour l'entrée. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec les 2 dinars. La plage est sale, mais sale, sale. حكم تاجر هوني في سيدي بوسعيد، علاش؟ مش تاجر، انا تاجر ومتساكن وتولدت لهنا وجدي لهنا وجد جدي لهنا. قبل كانت ريف جبل وتو ولد قريه. تنجم سيدي بوسعيد تكون خير من هكا برشا؟ نورمالمون نورمالمون. باش نعطيك حاجه عيني وانت تشوفها تو ديريك انت والحاجه. سيدي بوسعيد على شكون مستمع؟ على سيدي بوسعيد الوليد هذا. على ولي ولا شوف الولي هذا ولي سيدي بوسعيد. شوف الولي برا، امشي شوف الولي ما نزيدك حتى شيء اخر. اطلع له، اطلع له برا، شوف اعمل لونكيت نتاعك على تو. البلديه ما عندهاش الحق تدخل لك هذا تبع وزاره الشؤون الدينيه. تمشي وزاره الشؤون دينا يدخل لك التراث، تمشي للتراث تقول لك البلد، تمشي البلد يقول لك انا ما عنديش. الولي لازم صيانه، لازم صيانه، ولازم لهنا قال لك لهنا الصحن مهدد بالانجراف والسقوط وكل شيء. نحن تو النظافه على قدها، لا مش على قدها، باهي معناتها بارابور اللي قاعد نشوفه فيه معناتها. وزاد طلب بين خدامه يخدموا، عندهم 8 خدامه راهو يخدموا به سيدي بوسعيد كامله، راه 4 الفوق و4 اللوت. اي معناتها الحمد لله فما حاجات ماهيش منظمه راواني بعد تو، سيرتو في الشنقاله والصابو وكل شيء. خاطر تو انت مثلا تو يجي كروازير قداش من كار يجي، فهمت؟ ما يلقاش البلاصه والسايح نتاعك يولي يطلع على ساقيه ولا يهبط على ساقيه، ثاني تولي مش فهمت كيفاش. خاطر نحن عندنا مسلك سياحي، نحن سيدي بوسعيد ذويق، معناتها تتعبى بالكيران، تتعبى بالكراه ومع قلة نظام تولي هذا هو، تتعبى بالكيران، تتعبى بالكراهب مع قلة نظام. ده
اي نعم، دونك كيف ما كنا نسمعوا احنا دخلنا في صلب الموضوع، بحثنا السيد الكاتب العام لبلديه الشهيد محمد صالح العمراني صباح النور سيدي كيف الحال؟ صباح النور عليك مبروك ان شاء الله يكون عامك حي بخير ومرحبا بكم. وألف شكر لاستقبالنا معناتها ملي رجعنا في ثالث ايام العيد على الصباح يا ربي توصلنا معناتها ألف شكر. دونك كيف ما كنت تسمع عملنا دورة مع في سيدي بوسعيد، حدثنا مع المواطنين اللي تابع فينا على الصفحة في الفيسبوك ينجم يشوف الفيديو نتاع الجولة نتاعنا. دونك كيف ما كنا نسمع نبيلة المواطنين اللي تحدثت مع التجار، تحدثت مع الأهالي سكان المنطقة كيف ما سمعت، دونك تشكاو خاصة على الباركينج، على الكبارات أيضا، على الشنغيل وعلى الكبارات والضجيج اللي يقولوا في الدير البحر يقولوا معناتها في بعض الأوساخ، لولي الصالح نفسه الصيانة. دونك كيف ما كنت تسمع نبداو خاصة الشنغيل والصابو، علاش يتشكاو للدرجة مع المواطنين؟ معناها المدينة هي القرية الغير ديجا معناها أماكن الوقوف فيها معناها برغم الموافقين معناها عدد دائم من أماكن الوقوف معناها اللي باركينغ نورمالمون معناها في العدد اللي لازم يكون موجود، قد إيه العدد؟ والله هو على الأقل عندنا بالنسبة للماء والوطني عندنا في 600 بلاصة عندنا فوق معناها في المية، أبار المناطق معناها الأماكن الوقوف الموجودة في المنطقة الطرفانية في حدود مية ولا أكثر شوية معناها تقريبا قداش من كربة ولا عربة ولا مواطن يجي يوميا؟ يومي نوصل في الذرة نوصل في 50,000 زائر اللي هي القرية كلها 7,000 زائر. وصلنا ذلك رقم قدناه في رمضان، مش رمضان اللي هذا رمضان اللي قبله، وصلنا معناها قبلنا بس قبلنا في نهاية فوق 70,000. ثم التنظيم يجب يكون موجود بالنسبة للمواطنين الزائرين سواء معناها بالكراب سواء بالكدار، معناها يجب تنظيم هذا يكون معناها تنظيم الوقوف في معناها حاجة في معناها ثم الأماكن المخصصة للمواطنين تكفي مع ثم الأماكن الكافية. أما كما تعرف احنا عندنا العادة تاع تونسي ماذا فيها أقرب بلاصة يحط فيها كهربته البلاصة اللي يمشي لها، دونك هذاك علاش تلقى في بلايص معينة ثم احتياط وبلايص أخرى عندنا بلايص تاع الباركينغ نقعدوا فيها غير. يجي باش يعمل قهوة يقولوا مثلا تكلف 40,000 بحكم ديما الصابون موجود معناتها والشنغال موجود. لا مش معناها بالمعنى هذا معناها المخاطر المخاطر 30,000 وشنغير جهاز الكراب اللي واقف في بلايص المخالف اللي حكى مش نقول قائد معناها مش كل زي باش يجيب باش يزولوا كراب. عندنا بلايص توقف مجانية، عندنا بلايص توقف دينار اللي هما بعد شوية، أما البلايص القريبة كيما الماء تاع سيدي عزيزي زوج شوارع رئيسية بحبيب ورقيبة ولا معناتها الجافي هذوما تلقى فيهم ساعة في معناها. ثم مكان وقوف مجاني في بوسعيد وين القاعة هذيا وين الجامعة هذيا وسط معناها في الرونبوا معناها. في حدود قد ايه فيك اللي في البحر الجامعة هذيا الحق رامين السعودية الرياضية باركينغ كبير. وجماعة السوق يقولوا عندهم باركينغ يحطوا فيه الكراب لكن بعد يحطوا فيه صابون. ساعتين مزنون للسوق. لا هو ديجا هذاك هو مأوى ديجا. عندك ما هو سيد عزيز يقبل هو معناه الفوكاسيون نتاعو ما هو قبل ما يكون سوق معناها هذا من معناها من الاساسيات تاع الانشاء نتاع السوق هذاك على اساس معناها ثم كيران سياحيه تحط غادي تخلق بعد من السوق ما ثماش حتى ما ثماش توقيت اخر نجم نحطوا فيه الكراهب والفلسفه تاع الجونغلو ولا تاع الواحد اللي كان ثم معناها روتاسيون تاع كراب معناها اكثر عباد تطلع واكثر عباد تجي معناها بالعكس معناها في جانب تنظيمي كبير وفي زاد جانب تاع معناها باش يوفر موارد ماليه للبلديه اللي باش تنجم عليها البلديه باش تنجم تنظف باش تنجم تعمل صيانه الاناره العموميه باش تنجم تقدم خدمات سورتو كيما سمعتوا في التدخل او النومبر تاع البيرسونيل معناها صغير وصغير برشا معناها الامكانيات محدوده في ديستيناسيون جهه العباد الكل لازم تكون في 24 ساعه تكون نظيفه خاطر ما عندناش اوقات معناها تجي فيها عباد وقت ليه معناها عندنا 24 ساعه ولا 24 ساعه تنجم تدور الوقت يبقى معناتها الوقت تخدموا الشنغيل والصابو حتى للنص الليل ساعتين تاع الليل حتى مربوط معناها مش كيما مثلا صوت الفيز التوقيت نتاعو على حسب معناها الذروه تاع معناها الاف دي معناها وسط البيت كما تعرفوا معناها تابع التوقيت الاداري بالنسبه للسيدي بوسعيد هو معناها الزناقي زاد يدور فيهم برشا كيران معناتها ب 100 انكار معناتها تدور فيها الزناقي معناتها تنجموش تخصوا له مكان روتا موجود المكان هو ديجا معناتها سيدي سالتني على صابو شوغيري كنا نحكيو عن المخالفات هذوما فاهمين المخالفات اللي موجود عندك الكيران عندك التاكسيات ياخذ في كل بلاصه نوصلوا نسكروا على الديار نوصلوا
نلقى في مشاكل كبيره معناها في اسباس ليميتي لو ما تنجمش تخلي الناس كل ما تاخذ كيما تحب ولا تعمل معناها لازم فما جانب تنظيمي اللي باش يجي شيء يلقى البلاصه باش تلقى السيركيلاسيون في البيت معناها باش تلقى بلايص الحرب باش تلقى سينو دكتور كيما باش نلخصوا للمواطنين باش يتفاهموا ماشي جديد السامبو شونغيل في بسيط عنده 30 سنه ثم توا خايف بصفه كبيره معناها برشا هناك توتي ريلاتيف 10 تبدا ثم برشا مخالفات في بوزيسيون في دور الاباء باش كيما نقول كان سايب معناتها الماء بطيخ نقول باش تفكر اي خاطر قلت لك قريه معناها ديما نقعد في نوسيو راهي قريه وقريه صغيره معناها بلايص بلايص فيها معناها ليميتي معناتها عندها طابع سكنيه بامتياز دونك المواطن باش يتفاهم اللي هو ماشي في بوسيد يعرف روحه من دون ما غير ما يهز كهربته يطلع الفوق سيدي شبعان ولا كذا خلي ثم بلايص معناها البلايص المسموح بها في الوقوف يقف فيها مرحبا به معناها اما ما عادش 10 فوق مادة في دورة ولا في ديزاين بوزيسيون معناها باش تقلو باش يخلق غيرو باش يخلق معناها بون ساعات يقول تخفى كيف في صفيصة يا اخي في صفيصة زاد صحيح مرفوع ساعات نلقى حالات تاع حالات استعجالية يسكروا عليهم معناها باب الكراج معناها يعيشوها ديما معناها الحكاية يجي يحط معناها في قدام كراج تاع دار وزاد فما شكون باش يخرج الميز معناها تلقى باش ما نستغلوا الوقت معناتها هو الوقت فاضي راهو كي تجي تشوف 8:59 دقيقة راه في الزملاء مقسم الضجيج في الليل الموتورات في الضجيج هو ديجا معناها احنا كبلدية عندنا قرار في منع السيركيلاسيون تاع الموتورات مع عدم المتكئين ولا اللي ليبريزون قاعدين التنسيق مع المصالح الأمنية باش نطبقوا القرار هذا فوت دو مويان معناها حتى الشرطه البلديه ما كانش برشا عوين اللي باش يراقبوا معناها سلطه التجهيز كما قال المواطنين واحد في اخر كلمه باش تخسر دعم المواطنين شنو يتفاهموا؟ والله ماذا مرحبا بالناس الكل سيدي بوسعيد الناس الكل كل واحد يجي ماذا بيه معناها يقرا حساب المواطن الاخر باش يجي معناها القائد نحاولوا معناها نوصلوا على بعضنا شويه نحترموا الاشارات المروريه نحترموا اماكن الوقوف ومرحبا بالناس الكل. الف شكر سيدي بارك الله فيك احنا حبينا نجيو سيدي بوسعيد بحكم ان واحد في موسم تاريخ بدايه موسم سياحي اكيد مش صعب لكم سيدي بوسعيد لان جاي من هون حتى لاخر الطريق دونك وجهه يوميه لالاف المواطنين دونك كيف ما كنا نسمعوا نبيله ان شاء الله. شكرا ليك ذي يعطيك صحة شكرا لك ولضيفك إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام 9 بالضبط الموعد متاع موجز الأخبار نتمنى لكم متابعة طيبة.